ما حكم ختم القرآن ووهب الثواب للميت وإقامة مأدبة غداء أو عشاء بعد قراءة القرآن؟ لم يرد دليل على أن قراءة القرآن تهدى للميت، هذا ما ورد به دليل، وإنما ورد الدليل بالدعاء للميت أو الصدقة عنه أو الحج والعمرة عنه، هذا الذي وردت به الأدلة. ما قراءة القرآن ما ورد فيها دليل، فتركها لا شك أنه أحسن، أو قد يكون تركه واجب لأنه ما هي عليه دليل. فإذا أراد ينفع الميت يكثر له من الدعاء، يستغفر له، يدعو له بالرحمة، صدق عنه، هذا الذي ينفع الميت. وأما عمل الوليمة عندما يختم القرآن، إنسان يتعلم القرآن فإذا أنهى القرآن وتعلمه عمل وليمة لا بأس بذلك، لأن هذا من الفرح بنعمة الله عز وجل ومن السرور